عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الحمد لله. تفضل. لو سمحت يا شيخ كنت عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. الاغتسال ليوم الجمعة. ها؟ الاغتسال ليوم الجمعة. ماله؟ كيف يكون؟ هل يكون بالصابون أم الاغتسال كغسل الجنابة؟ أي اغتسال، الأقرب يكون كغسل الجنابة، وغسل الجنابة أي المانع أن يكون بالصابون؟ هل يكون غسل الجنابة بالصابون؟ المانع، غريب سؤالك جدا. لا 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 لا، هو انت تترك الصابون ولا تصب عليه في النهايه ماء يزيله؟ لا اصب عليه ماء. طيب خلاص انت